مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم في ذا تور. تور اليوم وين موجود؟ بالمركز العلمي. منو فينا ما يعرف المركز العلمي؟ بس اللي انا متاكده منه انه مو الكل دشه وشاف كل شيء في داخل. خل نروح نشوف ونستكشف المركز العلمي اكثر حق اللي ما ياله. تم افتتاح المركز العلمي في عام 2000، بس انطلاقة التصاميم والإنشاء كانت في عام 1996. المركز العلمي هدية من الشيخ الراحل طيب الله ثراه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، فقام بتكليف مجلس إدارة المؤسسة بزيارة المراكز العلمية جميع أنحاء العالم، بحيث أنهم يرجعون لتطبيق هذه الأفكار والأشياء اللي شافوها برا عشان نسوي هني أحسن مركز علمي ممكن يطلع وياهم. أما بالنسبة لنصب التذكاري اللي وراي، هو للمهندس رحمة الله عليه مجبل المطوع، كان أحد المصممين اللي شاركوا في بناء هذا الصرح. أنا حالياً في قاعة الاستكشاف. قاعة الاستكشاف أحد المرافق الموجودة بالمركز العلمي، تقريباً مفضلة لجميع الفئات العمرية. ليش؟ لأن فيها أكثر من 50 جهاز تفاعلي مناسب لكل هذه الفئات. واللي نعرفه بعد أن هذه المرافق أو هذه الأجهزة التفاعلية تختص بالفيزياء، في الرياضة، في جسم الإنسان، في علم التغذية وغيرها، وراح نشوف مرافق جديدة كذلك بنبطلها هنا. مساك الله بالخير عبد العزيز. مساك الله بالنور يا حبيبي. انت مرشد علمي. اي نعم. شنو يعني مرشد علمي؟ المرشد العلمي هو الشخص اللي يوصل رساله علميه بيئيه لتوعيه الناس في المركز العلمي. يعني انتم تجابلون الجمهور وتشوفون شنو؟ اي احنا متواجدين في تقريبا كل مرافق المركز العلمي، بحيث اذا الزائر كان يحتاج اي سؤال ممكن احنا نساعده. بالنسبه حق الانشطه، شنو الانشطه اللي متعودين تسوونها؟ طبعا هو بالبدايه احنا الانشطه دائما يتغيرون، يعني من فتره لفتره كل فتره عندنا انشطه. فعلى سبيل المثال انت مثل ما انت شايفه في عندنا اللي هي الكلاسات اللي موجوده هني، هذه الكلاسات اللي احنا نقوم فيها بالانشطه. فاحيانا بعض المرات عندنا اوبن لاب، الاوبن لاب تكون انشطه مختلفه لجميع افراد العائله سواء كبار او صغار، اللي هو المختبر المفتوح. بالضبط. حلو. وعندنا مثلا احيانا اللي هو اصنع اللي احنا نقولها يور اون اكواريوم، اصنع الاكواريوم مالك. مالك. حلو. فاحنا نجيب الاهالي نعطيهم الادوات. أي. وهم يبلشون وهم يسوون اللي يبونه ياخذونه معاهم. ياخذونه وياهم. اي. حلو. وعندنا اللي هو اصنع التورانيوم. التورانيوم اللي هو شفتي تصير زجاجه. أي. بعدين انت تحطين داخلها نباتات. نباتات زرع وكذي وهذا. حلو. هم هذه نشاط موجود، يقدر الطفل انه ينمي في عقله انه شلون يبني هذه الامور. أي. وهم ياخذه معاه بالنهايه. يعني الواحد الحين اذا بيعرف انشطتكم اللي موجوده اصلا من الاساس او الانشطه الجديده ممكن يتابعنا، لان احنا دائما احنا الجديد على طول ننزله في موقعنا او في الانستغرام. الاماكن الجديده اللي موجوده في قاعه الاستكشاف، مساعد دشينا لاحظنا في اختلاف بالمكان. اي نعم، احنا طبعا بعد جائحه كورونا، وهذه طبعا كانت فرصه يعني امانه. أي. لما نسكر المركز العلمي قدرنا ان احنا نطور في بعض المرافق اللي موجوده عندنا. فعلى سبيل المثال قاعه الاستكشاف حاليا في عندنا معروضين يدد، اللي هو الكونكتنج بلوك تاون وعندنا القريه الاستكشافيه. طبعا الكونكتنج بلوك تاون هي فكره ان شلون الطفل ينمي فكره الهندسي ببناء قريه كامله. أي. عن طريق في طاوله وفي سناسر وفي مجسمات. هذه المجسمات على سبيل المثال كل مجسم له معنى، اللي هو مثل جبل، بيت، قيوم، فهو يركب يشكل القريه بروحه. بالضبط. فهو لما يركب، كل ما ركب شيء كل ما صار عنده بالشاشه شكل. في شاشه وفي عنده طاوله يصير عنده شكل. اي حلو. فبكذي هو سوى له قريه كامله. اختبار التوازن، هذا القسم هني اتوقع عن جسم الانسان. خل اجرب اوقف اشوف اذا انا في مجال اتوازن ولا لا. لحظه
دقيقة. هذا شنو؟ اختبار الخطوة. أمسك بالقبضات، وقف ثابتين، أوكي. شو يسوي؟ يقيس نبضي في حالة الراحة. خلينا نشوف كم. 120. عزيز احنا وين الحين؟ حاليا هذا المكان هو قرية الاستكشاف. طبعا نفس ما قلت لك هو في عندنا شغلتين داخل قرية الاستكشاف، عندنا اللي هو الطب البيطري وعندنا الجراج. طبعا داخل الطب البيطري في اللي هم العاب عن الحيوانات، تكرمين الشغلات كذي، وفي ادوات اللي هي مالت الطب. فيتعلم هني الطفل اللي هو شلون انه ممكن يعالج هذا الحيوان اللي موجود بهذا المستشفى. وهني عندنا اللي هو تصليح السيارات الجراج. طبعا ايضا هني ينمي خلينا نقول عقليته الميكانيكيه، شلون يركب التاير، شلون يشيل الماكينه، شلون ينزل الماكينه. بس طبعا السياره ما راح تشتغل. قاعد تحسون في تفاعل معاهم يعني للامانه انا اشوف يعني اللي انا اشوفه هذا اكثر مكان في تفاعل حاليا يعني بعد ما بطلنا هذا اللي هال وايد يحبون. شكرا، نروح مكان ثاني. يلا حاليا انا في الاكواريوم. الاكواريوم يحتضن ثلاث انواع من انواع البيئات اللي موجوده في الجزيره العربيه، اللي هي الصحراويه، البحريه، وكذلك بيئه الساحل. هذا المكان يحتضن انواع وايد من الكائنات، ان كانت بحريه او كائنات صحراويه او كائنات ممكن تعيش على الساحل، في منها ما زال موجود ومنها اللي انقرض. حاليا احنا في الاكواريوم عبد العزيز. شنو اخر الانشطه او الانشطه اللي دائما تسوونها وتتفاعل معها الجمهور هنا؟ طبعا بالاكواريوم مجبل مطوع اخر شيء تم وضعه او افتتاحه اللي هو حوض اللمس. طبعا هذا الحوض يتكون من بعض الكائنات البحريه مثل اللخم والقروش القاعيه. اللي بامكان الزوار انه يلمسونها ويتفاعلون معاها. حلو. فكرتها طبعا اللي هو رفع وعي البيئي عند الزوار. فبامكان الزوار لما يجون انه يلمسون هذه الكائنات ويتعرفون عليها عن قرب. عن قرب اكثر. عشان يحسون فيهم اكثر بعد. بالضبط. ككائنات حية. حلو جميل. انزين، بالنسبه حق الانشطه اللي موجوده في الاكواريوم، في تجدد، في اشياء جديده حاب تعطي؟ نعم، في عندنا طبعا اخر شيء بعد جائحه كورونا هم سويناه، اللي هو اعطينا فرصه للزوار بان يحجزون الاكواريوم كامل لهم. كامل. اللي هو يوم الجمعه من الساعه 12 لحد الساعه 2. زائد عندنا اللي هو الديمو اريا، هم يقدرون هناك يلمسون بعض الكائنات الحيه ويصورون معاها. حلو. واخر شيء عندنا اللي هو الحوض الرئيسي لكن خلف الكواليس. شلون خلف الكواليس؟ يقدرون يصعدون فوق الحوض في جسر. حلو. وياخذون طبعا ربيان ويوكلون الاسماك اللي موجوده داخل الحوض.
وايد احب هالكورنر، هذا الكورنر بالذات انا وايد احبه بسبب البطاريق. اي هذا طبعا هو البطريق الافريقي. جميع هذه البطاريق اللي موجوده هنا من جنوب افريقيا، جنوب افريقيا الا واحده اللي هي نوره. وانا اقول لك، وطبعا في شغله حلوه ان احنا كل ما صار عندنا حيوان جديد انولد نسوي استفتاء حق الناس ان شنو ودكم تسمون هذا الحيوان، حلو، وناخذه فعليا ونسميهم يعني. حلو. إيه فنوره كانت كذي، هذه شغله يعني حلوه ترى. اتذكر بلا صار بتويتر او شيء كذي تصويت على اسمها. مره شفت لكم فيديو قاعد تنقضون سلحفات او تودونها البحر تطفون صراحه او شيء كذي. احنا طبعا بعض المرات لما يكون في سلاحف متاذيه بالبحر سواء معلقه ولا شيء فيجيبونها عندنا نستقبلها. بالبدايه فريق الاكواريوم يعالجها اذا كانت مريضه او مجروحه او شيء، تتم فتره عندنا وبعدين نرد نطلقها في البحر. طبعا مو بس السلاحف، في عندنا سلاحف طيور، احيانا في طيور تكون مثلا بسبب الصيد الجائر تنطق تطيح، ناس يبون لنا اياها ونعالجها وبعدين نطيرها مره ثانيه. تودونها حق بيئتها. بيئتها لازم. حلو، حلو، جميل. وصلنا حق الاي ماكس. الاي ماكس سينما مجهزه باحدث التقنيات اللي ممكن تلاقونها في سينمات ال 3 دي والاي ماكس. تعرض فيها افلام وثائقيه وتعليميه كثيره باللغه العربيه والانجليزيه. شكرا لاستضافتكم حق برنامج دتوري اليوم عندكم. العفو، انت شكرا ان طلعتوا برنامج قطوة المركز العلمي. يخليك يا رب. بس بغيت استفسر، وايد ناس يعرفون المركز العلمي بكل مرافقه، بكل يعني من عمرنا احنا نيجي المركز العلمي، بس نبي نعرف اكثر شنو المركز العلمي. المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يحتوي على ثلاث مرافق رئيسية. وايد رابطين المركز العلمي بس اكواريوم، هو اكثر من اكواريوم، هو اكواريوم وقاع استكشاف وسينما اي ماكس. لما يزور يعني الجمهور اللي يزورونا هي مو بس مجرد زيارة، انه يدش الاكواريوم ويشوف السمك ويستانسون مثلا على الاحواض ولا على الالوان ولا على الشكل، هي زيارة يعني فيها متعة وفيها نفس الوضع يعني نفس الوقت جانب بيئي وجانب علمي. صحيح. يتعلمون الجمهور والزوار عن خصائص الحيوانات، يتعلمون شلون نحافظ عليها، شلون انها مهددة بالانقراض عن طريق التلوث البلاستيكي ولا التلوث بشكل عام، سواء بيئة الكويتية بيئة صحراوية والبيئة البحرية ولا بيئة بشكل عام. التجربة اجتماعية عائلية غالبا. صحيح. واحيانا حتى مجاميع الشباب او المدارس دائما يزورونكم. الانطباع عقب ما يخلصون من هذا التور داخل المركز العلمي، شنو تحسون عقب؟ امانه احنا فخورين ونستانس بالانطباع. الجمهور لما يجي طابع غير، يعني تقريبا المكان ثلاث مرافق فيه سينما والاكواريوم كبحر وسمك والقاع استكشاف. الطلبه على الجمهور نفسهم يستانسون، يعني يجون حتى السواح يزورونكم، حتى السواح كمعلم سياحي، السواح الطلبه العوائل الشباب حتى اللي يحب يقرا يحب يتعلم ياخذ معلومات نشوفه ما شاء الله هني فتره المدارس وغير مدارس ما شاء الله. يعني قبل كورونا وان شاء الله ترجع الوضع طبيعيه باذن الله، تشوفون هني الصبح اعداد من الدشون لاخر المرافق. بعد جاءت كورونا الاعداد او المرافق الزياره قلصناها منها عشان نستمتع وشان تخف عمليه الزحمه. صح. والساعه مثلا كانت ب 400 صارت بالساعه مثلا 200 شخص منها يستفيد ويستانس ويكون ما في زحمه ويضمن حجزه بعد ويضمن حجزه، فبدال يوصل هني ويكون في حجز نقول له انطرنا الساعه او ساعه يكون حاجز اونلاين ويدش دايركت جاي بوقته وضامن مكانه بالضبط.
وبالإضافة لعضوية سنوية. ردينا بعد في عضوية سنوية. نعم. شلون طريقتها؟ سنوية يوصل المركز العلمي يسمى العضوية السنوية. العضوية حق منه؟ حق اللي يزور المركز أكثر من مرة بالسنة. مثلاً اللي يزور مرتين ثلاث يستفيد منها وايد. سعرها رمزي، يدش أكواريوم مجنون مطوع وقاعة استكشاف طول سنة فري، بالإضافة إلى فيلمين مجاناً، بالإضافة إلى المصافط، أسكلة الصيد، خصومات على المقاهي والمطاعم مع الهدايا. خلصت توري اليوم في المركز العلمي، أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم وبس.